تمام، هحاول انا اقول الفيديو كله في فيديو واحد، تمام، يعني بدون اخطاء ان شاء الله. تمام. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. نعلن عن موعد اختبار دورة الوداد في شرح كتاب قطر الندى. نعلن في هذا الفيديو عن اختبار دورة الوداد في شرح الآية الرومية يوم السبت القادم يوم 6 مارس في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله. أعلنا طبعا قديما أو قبل أسبوع، أعلنا قبل أسبوع عن موعد الاختبار، ولكن نحن نؤكد موعد الاختبار الآن بإذن الله تعالى. ف من شاء أن يدخل اختبار هذه الدورة فليكن مستعدا لاختبارها بإذن الله. سيكون 40 أو 40 الأسئلة ستكون 40 الأسئلة ستكون 40 سؤالا بإذن الله تعالى. طبعا أسئلة اختيارية، ونرجو من الله عز وجل التوفيق لنا ولكم جميعا بإذن الله تعالى. وطبعا دورتي الوداد في شرح دورة الوداد في شرح قطر الندى. لا لا مش هينفع. السلام عليكم.